وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ظبية، يا شيخ، أنا ما أختي شاء الله. حلمانة في سوريا، أيوة. هي في سوريا وحلمانة أنها داخلة على فيلا، ولا وحلمانة أنا داخلة على فيلا ولاقية طاولة كبيرة عليها من أنواع الأكل، ما شاء الله. طيب، ولاقي أبوي قاعد على هالطاولة وقدامه كأس ماي وكأس لبن وصحن تمر. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ايه وهيك الحلم، طيب وبعدين وبس بس هيك الحلم يا شيخ. بس والدك ايه بس والدك وين؟ اه والدي متوفي الله يرحمه. توقعت والله يا رب، سبحان الله. يعني ما حبيت ايه اتكلم فتقولي فاول على ابوي بالشر. طيب هو اختك اختي، وينها؟ اختك الحين اختي في سوريا. تبغى تطلع من سوريا؟ تريد تطلع؟ لا والله هي في وين، في الشام بدنا ولا في؟ نجيبها، مفكرين انا هنجيبها هون على الامارات. لا، حتيجي معناتها، حتيجي معناتها وتفرحوا فيها هنا. الماء يدل على التمام الأسرة، واللبن يدل على البركة في الدين والعمل، والتمر يدل على الخلف، ويفرح أباها في قبره رحمه الله وتغمد روحه الجنة، ذلك ذاته من أن يسعد ذلك والدها. ولكن انصحوها أن تبتعد عن المشاكل حتى تأتي إلى هنا، وأخبروها بأن الحلم به دلالة على أن الأفضل لها أن تأتي لكم. هذا والله العليم الحكيم.